اصدقاء للروس نروج عندهم لفكره مش بس ان المصريين بيحبوهم، لا، ان المصري ماركه عالميه محتاجين. وبيننا علميين ومثقفين والساده نواب الشعب وفنانينا الجمال اللي نتوجه لهم بالشكر، لكن احنا محتاجين كمان انه قالت وزاره السياحه تواكب العصر. لا يمكن ان يظل الترويج عبر زي ما قال اخويا طارق التنوره او صوره الراجل الجميل بتاع جنوب الوادي وهو يروج فرس او رقصه الحجاله، لا، آل الاوان ان نستدعي قدرتنا، ان نستدعي الفرعون صلاح شريك الملك توتي مع ذئاب روما، ان نستدعي النني والمنفعجيه، ان يكون كوكا في البرتغال حاضر وموجود في ترويج من اجل المحروسه ومن اجل غلق بوابات الوطن امام الارهاب. انا مش عايز اكون يعني ممل في اعاده ما قاله طارق.